السلام عليكم. الجميع حدث له هذا عند أكل أي من الفواكه أو الآيس كريم. حتما سينتهي بك الأمر باتساخ ملابسك أو يدك، بل تصل إلى وجهك أيضا. وإذا لم تصدقني، انظر لهؤلاء الأطفال كيف انتهى بهم الأمر. وبالطبع هذا يحدث لأنهم فعلوه بطريقة خاطئة، ولكن لا تقلق، سأعلمك الطريقة الصحيحة. لهذا استعد جيدا لنأخذك في رحلة جديدة لاستكشاف 5 أطعمة تأكلها بطريقة خاطئة طوال حياتك. ولكن قبل البدء، قم بضغط زر اللايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. خامسا، الكيوي. واحد من الأشياء المزعجة أثناء تناول الكيوي تكون سقوط القشرة الخارجية أثناء تقشيرها بيدك. ولكي تتجنب من حدوث هذه المشكلة في المرة القادمة، قم بقطع الأطراف جيدا وباستخدام ملعقة. حاول إزالة القشرة مع تدويرها في جميع الاتجاهات. بعد ذلك قم بالضغط عليها قليلا لتخرج بهذا الشكل. رابعا، البطيخ. بلا شك من أكثر الفواكه التي تعشقها الأطفال سيكون البطيخ، وبالتأكيد دائما ما تتسخ الخدين في هذه اللحظة، وبعد عدة ثواني يصبح كل شيء لزقا. وحتى لا تعاني من هذه المواقف المزعجة، باستخدام سكير يمكنك قطع القشرة بهذه الطريقة حتى تصبح بهذا الشكل الهندسي. ثالثا، المانجا. واحد من أكثر الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، ولكنه حتما سينتهي بك الأمر باتساخ يديك وملابسك. وإن لم تصدقني، شاهد هؤلاء الأطفال. ولتجنب حدوث هذه الكارثة، قم بقطع المانجا من المنتصف بهذه الطريقة باستخدام كأس زجاجي. مرر الفاكهة للأسفل. الآن أصبحت جاهزة. ثانيا، سلطة الفواكه. من أكثر الأشياء اللذيذة والمفيدة لصحتنا يكون هذا الكوكتيل الرائع المكون من عدة فواكه متنوعة. ولكن هل اكتشفت هذا من قبل؟ عندما تضع الفاكهة فإنها ستختلط مع الزبادي واللبن وتذوب حتى تفقد بنيتها الأساسية. حسنا، لذلك من الأفضل وضع قطع الفواكه في العصا للحفاظ على بنيتها وعدم ذوبانها إلى العصير. في المرتبة الأولى، الآيس كريم. بالطبع الجميع يعشق الآيس كريم، ولكن واحدة من أكثر المشكلات التي تزعج أغلبية الأشخاص خاصة في الجو المرتفع الحرارة تكون ذوبان الآيس كريم بسرعة كبيرة، وهذا سيتسبب في اتساخ يديك وأيضا ملابسك. وحتى تتجنب حدوث هذا في المرة القادمة، فقط قم بوضع المارشميلو في بولة الآيس كريم. بهذه الطريقة سيحتفظ الآيس كريم ببرودته لفترة طويلة ولن يذوب بسبب حرارة الجو. الآن شارك في التعليقات بأي من هذه الأشياء كنت تفعلها بطريقة خاطئة. إن أعجبك هذا الفيديو، قم بالضغط على زر اللايك واشترك في القناة لدعمنا، ونستمر في نشر المزيد إن شاء الله. إلى اللقاء.